غير موجود. سعادة النائب صفاء البومني، تفضلي صفاء. لا مش عضو لجنة أنا، بس صح بحضر كل اللجان، بس أنا مش عضو باللجنة. إذا مش عضو تفضل. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. يعني للأمانة إنه القانون بعد تعديلات اللجنة يعني أصبح قانونا عصريا بامتياز، وأبدعت اللجنة في تعديل كثير من المواد اللي كان فيها لبس. يمكن تعديل اللجنة خفف وطأة كثير من المواد وخلانا نكون مرتاحين أكثر للقانون. لكن أنا بدي أحكي عن الميزات اللي حاطينها في المادة بخصوص الصحة والطفل. وأنا يعني الحكومة إذا بتنفذنا البنود الموجودة في هذا القانون كلنا بنأدي لها التحية وبنقول الله يعطيهم العافية، وبعرف إنه هذا يتطلب مبالغ مش سهلة. لكن أنا بدي أكد على شغلتين. متى سنصل إلى تأمين صحي شامل للأطفال؟ إحنا ما زلنا أطفال دون سن السادسة منعالجهم، بس من سن 6 لسن 18 اللي هو تعريفنا للطفل ما زالوا غير مغطيين بالتأمين الصحي. فضروري إنه إحنا نلتفت لهاي النقطة، وإنه إحنا مدة التنفيذ 10 سنوات. إحنا مبسوطين إنه في مدد والحكومة بدها تلتزم، لكن أنا بعتقد إنه تأمين صحي شامل للأطفال أصبح ضرورة وملحة جدا. وشكرا. شكرا سعادة النائب.